الآن في قضية كيف أنا أوزن صوت الدرامز مع الكورال. أجي هنا إلى الليفل وأشوف لنقطة أختارها. أنت فدت كل المعاني لك يا معنى الحك يا معنى الحك يا معنى. لاحظ الليفل واصل إلى هنا، فأنا راح أرفع، مبدئيا راح أرفع الدرامز بحيث أنه برضو أشوف الليفل هذا موجود ما يزيد. نسمع. الآن زاد، الآن زاد، فأنا أرجع شوي. هذا الوزن المبدئي طبعا. الآن المسألة ما لها علاقة بالإحساس اللي أنا أبغاه في العمل. مبدئيا أنا قاعد أبغى أشوف لي ليفل بحيث أنه ما يأثر على الجو العام إلى الليفل أو الماستر في الميتر هنا. يعني كليفل الآن جيد. الشغلة الثانية اللي بسويها إني راح أزيحه بشكل بسيط جدا على اليمين، لأن في صوت ثاني راح يتضارب معاه لما يكون اثنينهم في الميدل وهو البيس. فالآن أنا راح أرفع البيس، والبيس هذا قبل ما ارفعه راح ازيحه على اليسار شوي. في شغلة الان راح اسويها بالنسبة للبيس وبالنسبة للايقاع. انت الان الايقاع وزننا احنا كليفل، البيس وزنت الان كسمع. الشغلة اللي راح اسويها اليهم اثنينهم بالكمبرسرات. ابغى اشوف اول شيء وزنية على، طبعا على نفس الليفل اللي انا عليه، ما راح اغيره. ابغى اشوف وزنية تعمل لي ريدكشن بشكل انا احبه، وبعدين العب في الريليز والاتاك مع سماعي الى المكساج. فحاليا انا اشيل الاوتو هذه، طبعا اكيد راح يكون الليفل في هذا المستوى. طبعا شباب اللي قاعد اسويه، انا قاعد ابغى يعني اعمل عملية كومبريسنج، لكن بحيث ان الصوت ما يرتفع، يعني احافظ على نفس مستوى الصوت، لان هذا الليفل اللي انا اساسا بغيته في العمل. فمن خلال الميتر انا اوزن الليفل بالميك اب هنا. هو واصل إلى هنا، خليني أطفيه، وواصل إلى هنا بدون أي كومبريسينج، يعني 5.5، 15، بين 10 وبين 15 في النص هنا مع الكمبريسر. الآن وصلنا إلى منطقة جيدة. البيس برضو الطريقة هذه أنا راح أخذه كوبي بيست. هذا الآن الكمبرسر تبع البيس. يعني حاليا اثنينهم واقعين في نفس الليفل اللي هم عليه مع وجود الكمبرسر. الفكرة الآن من هذه ان في، انا عندي ريليز واتاك، وعندي بيس ودرام. الدرام هذا والبيس هم اثنينهم في نفس الكيان، منطقة البيس، وهذا يعطي يعني نبض او ثقل في منطقة البيس، والثاني برضو يعطي من ناحية الكيك ثقل في منطقة البيس. فانا ابغاهم كل واحد يضرب لحاله بدون ما كل واحد يعني اثنينهم يكونوا مسموعين. اوكي، عملت ليفت ورايت، والان بستخدم الكمبرسر في الاتاك والريليز بحيث ان برضو احقق هذه النقطة. اذا هي اساسا متحققة فخلاص ما يحتاج ان انا اسوي اي شيء ثاني، فقط اروح للميكس واشوف كيف اوضح اكثر البيس والدرامز على الميكس. لكن الان اللي انا ابغى اسويه، ابغاهم هم اثنينهم يكونوا واضحين مع بعضهم. لذلك انا عملت سولو الى الدرام وعملت سولو الى البيس،
وبسمعهم مع بعضهم وبفتح الكمبرسرين اثنينهم وبحاول ألعب في الموضوع الريليز والأتاك. عندي هذا الدرام وهذا البيس. الآن راح نشوف وشو الأثر اللي بيصير عندي لما أبدأ ألعب في هذه الأشياء. لاحظ لما رفعت الريليز كامل إلى البيس صار في نظافة. لاحظ شباب، البيس الآن قاعد يمتد لما يكون ريليز يعني على اليسار كامل، البيس قاعد يمتد مع الإيقاع. طبعا هذا الشيء أنا أبغاه إلى البيس، أبغى الامتداد موجود. فنشوف الأتاك، طبعا موضوع الأتاك لما أخلي الأتاك على اليسار كامل معنات أنه راح يقتل الموجة، زي ما تكلمنا في شرحنا إلى الكمبرسر راح يقتل الموجة، فأنا أبغى البيس ما يقتل لي تاك حقها سماعي مع الإيقاع، لأن أنا أبغى أسمع الأتاك مال البيس بوجودها مع الإيقاع. شوف لاحظ الآن الأتاك الآن واضح، يعني مسموع الأتاك البداية مالت البيس. أجي إلى الدرام، الدرام هنا تقريبا العكس. هنا لما قلنا في امتداد في البيس ما أبغى يغيب، أنا هذا الامتداد في الدرامز ما أبغى موجود، أبغاه في البيس، فالامتداد اللي راح يكون موجود راح ينقتل. يعني في غياب الآن للإيقاع سماعيا، في غياب شوي، بس لما أفتح الريليز والأتاك خلاص، لما أنا أرفع الليفل وأنزل الليفل هي القضية موجودة، فأنا سمعتهم مع بعضهم، وزنت الليفل والريليز والاتاك، الان ارجع الى كل واحد واوزنه من جديد على الليفل اللي انا كنت وازننه اللي هو في نص ال 15، يعني اتاكد انه ما زال موجود في مكانه الصحيح. طبعا اقدر اتاكد لما اقول له قبل وبعد، مثلا اعمل له هنا باي باس، خلنا نشيل البيس نسمع بس هذا الحالة. نقلنا هنا في النص، يعني اجي هنا للميك اب واعدل الموضوع هذا. طبعا عشان ما في احتمالية ان الميك اب هذا ما يوصلني، فراح انزله من هنا، هذه ما فيها اي مشكلة. اجي الى البيس، صولو قبل وبعد، بالشكل هذا انا خلص من العملية اللي كنت أبغى أسويها بالنسبة للريليز والأتاك في الدرام والبيس. يا علي قد تدلى منك غصن المعجزات، سجدت كل المعاني لك يا معنى الحياة، سيف عدل لا يضاهى كنت في كل شباب. النتيجة اللي المفروض نكون وصلنا إليها، أني أسمع الكلارنت الحالة واضح،
اسمع البيس واضح، اسمع الدرامز الايقاع بتفاصيله برضو واضح. انا ما ادري شباب ايش السماعات اللي انتم راح تسمعون بها هذا المكساج، ولكن انا انصح ان نستخدم هيدفون عالي الجوده او لما تكون السبيكرات يعني استديو احترافيه.